متواصلة مستمرة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان. شوطنا السابع تم الانطلاق، نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول وإلى بحور. بحور تعود الملكية لسيف بسلطان بالشدي المنصوري، هي على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. المركز الثاني من ترافق بحور على الصدارة وعلى مقدمة الشوط من تأتي في هذه اللحظات وتصل إلى المركز الثاني. مشاهدينا الكرام هنا تتواجد في هذه اللحظات شاهينية مبخوت بن سالم المزروعي، تصل في هذه اللحظات إلى المركز الثاني وثالث المراكز. مشاهدينا الكرام من تصل حرب عمر بن راشد بن سبت الخيلي والمركز الرابع، وصول في هذه اللحظات من سرابة حمد بن معيوب بن محمد العامري رابع المراكز. من تصل في هذه اللحظات المركز الخامس، وصلت مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات وتتواجد مياسة مساري بن مبارك بن روضة المنصوري، تصل في رابع المراكز في هذه اللحظات. المركز الرابع او المركز الخامس مشاهدينا الكرام وصول في هذه اللحظات من صنايع عبد الله بن غصاب راع الطير العامري، تنضم في هذه اللحظات الى الكوكب الخماسية الى مقدمة الشوط مع المراكز الخمس التي في موقع واحد. المركز السادس وصلت في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام براقة سلطان بن محمد بن علي الدرعي، يصل في هذه اللحظات يغير مباشرة الى المركز الاول. اعود مع مقدمة الشوط من غيرة لسلطان بن محمد بن علي الدرعي، هي على مقدمة الشوط وعلى المركز الاول. المركز الثاني بحور سيف بن سلطان بالشدي المنصوري، ومن الجانب الاخر مشاهدينا الكرام من يصل في هذه اللحظات والتواجد في هذه اللحظات والكوكب الثلاثية على مقدمة الشوط على المركز الاول. يا سلام، اداء مميز وعروض مميزة في هذا الانطلاق. الظبي سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، يا سلام. والمركز الرابع مشاهدينا الكرام من تاتي في هذه اللحظات، هنا يصل مشاهدينا الكرام ساري بن مبارك المنصور، يصل في ثالث رابع المراكز خامس المراكز. مشاهدين الكرام من تتواجد في هذه اللحظات السرابة حمد بن معيوف بن محمد العامري، يعود مع مقدمة الشوط مع المركز الاول مع المسار الاول. الظبي غيرت الامور، الظبي انتزعت الصدارة، تعود الملكية للظبي لسعيدة بن مطر بن محمد الرميثي، هي على مقدمة الشوط على المركز الاول على المسار الاول على الانطلاق الاول. تتواجد الظبي المركز الثاني، من تأتينا في ثاني المراكز هنا أراد تواجد مشاهدي الكرام براقة سلطان بن محمد بن علي الدرعي، ولكن قدوم أحلى في هذه اللحظات ساري بن مبارك المنصوري مشاهدي الكرام. المراكز والمركز الرابع وصلت شاهنية سعيد بن محمد بن حمدش الخيلي، ولكن هناك تواجد من بحور سيف بن سلطان بالشدي المنصوري، وبعود مع المقدمة الظبي على مقدمة الشوط. الظبي ما زالت تشق الطريق، طريق الناموس، طريق الفوز. يا سعيد يا بن مطر يا بن محمد الرميثي، أعلنت المغادرة، أعلنت الإقلاع عن بقية المراكز، تبي الاتجاه الصحيح والسليم، اتجاه الفوز، اتجاه الناموس، القصد هو الفوز والانتصار. سعيدة بن مطر بن محمد الرميثي ما زالت مسيطرة بمقدمة الشوط. المركز الثاني من تأتي براقة سلطان بن محمد بن علي الدرعي، ولكن الظبي، الظبي غادرت الجميع، انطلقت انطلاقة الفوز، انطلاقة الناموس. يا سعيد يا بن مطر يا بن محمد الرميثي، بنهدي الفوز لك والناموس، ما زالت تكمل المسار. الظبي لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي، والسلامات بنقول سلام يا ند الشبا سلام، واسعد الله صباحكم يا هالي ند الشبا على هذا الاداء المميز والعرض الذي تقدم الظبي. تهانينا والناموس لك يا ابو مطر. سعيده بن مطر بن محمد الرميثي، تهانينا والناموس، السلامات تتجه مباشره للهالي ند الشبا. المركز الثاني مشاهدين الكرام من وصلت براقة سلطان بن محمد بن علي الدرعي، والمركز الثالث ساري. المركز الثالث ساري بن